بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نعود لكم ونجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. شكرا بوسعيد، أسعد بسعيد بن علي الزرعي من تواصل والأشواط اللي انتهت، وانطلاقة الشوط السادس للمهجنات. الأصايل تعلن انطلاقته متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع. نهني كل من فاز ونسير ونتابع لقادة المسيرة. هذه أمامكم رهف أحمد بن سعيد الرميثي من قدم رهف على المركز الأول منذ بداية الشوط، تليها المركز الثاني ندى علي بن سيف بن سلطان النعيمي نقله إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث هذه أمامكم الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي نقله إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع أرباح سيف بن سهيل بن خيرة العفاري نقله إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس الذيبة انهيان بن خالد بن عويدة العامري من يقدم الذيبة، وتليها مباشرة في المركز السادس. المركز السادس شرتا سعيد بن خليفة بالمر النيادي. المركز السابع، المركز السابع من الجانب الآخر صدارة عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم صدارة على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن بنت سراب سالم بن سعيد بن بنانه الاكتبي. المركز التاسع، المركز التاسع الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، وفي المركز العاشر هذه الشهامة عاطف بن عطية بن حسين القرشي. هكذا النداء، هكذا المسار لعشر الأسماء المتقدمة في شوط المهجنات، في شوط المهجنات. الأصايل متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. إلى المقدمة نعود، إلى صدارة الشوط نعود، ونتابع القايدة للمسيرة اللي ما أخذت لها المركز الأول رهف أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي متصدر قيادة هذا الشوط، متصدر قيادة هذا الشوط. ويأتينا مشاهدين الكرام برهف المركز الثاني، المركز الثاني الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي إلى المركز الثاني، على المركز الثاني متواجدة وعينها إلى مقدمة هذا الشوط، نقله إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث مشاهدينا الكرام تتقدم هذه أرباح سيف بن سهيل بن خيرة العفاري من يقدم أرباح على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع لنهيان بن خالد بن عويدة العامري واسمها الذيبة، اسمها الذيبة، ولا هذه بشارة يا اخواني، بشارة حاملة رقم ثلاثة مطر بن علي بن سعود بن سعيد الوهيبي من ياتي ببشارة على مستوى المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس تاتي الشرطة سعيد بن خليفة بالمر النيادي من يقدم الشرطة، وفي المركز الخامس موقعها. اما في المركز السادس السادس الشهامة عاطف عطية حسين القرشي من ياتي بالشهامة في المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع بنت سراب سالم بسعيد بن بنانة من يقدم بنت سراب. المركز الثامن، المركز الثامن تصل ندى علي بن سيف بن سلطان النعيمي من يقدم ندى. وفي المركز التاسع، المركز التاسع الحذرة 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 مرحبا يا مرحبا بالحذرة وصاحبة العوايد تصل الحذرة لحمد بن سيف بن عيف العامري، اليوم فاز بن عيف وسجل التوقيت الأفضل بملامح حمد بن سيف بن عيف بأول أشواط المهجنات. الأصايل سجل التسع 52 ثانية، توقيتها صامد حتى هذه اللحظات. بن شفيان عفوا سجل التوقيت الافضل، شكرا يا احمد، شكرا يا احمد. فازت ملامح 52، لكن بعد ظبيان
ظبيان سجل التوقيت الأفضل لسعيد بن علي بن شفيان، سجل 36 فوق التسع، توقيت حدث يعني على أرضية ميدان السادة اليوم تسجل. وصل بن طويرش أو وصلت صدارة عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي يغير إلى المركز التاسع من العاشر، أصبحت الحذرة عاشر حمد بن سيف بن عيف العامري، هكذا النداء للعشر الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، شوط المهجنات، شوطنا السادس للمهجنات رصائل. من اللي غير؟ لا تغيير على صدى، لا تغيير على رهف، تغيير رهف لا زالت تقود المسيرة، والملكية تعود ملكية رهف لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، لكن دخول عليها دخول من الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي، غيرت واستلمت المركز الأول وقادت المسيرة. رهف الرميثي تراجعت قليلا، أصبحت في المركز الثاني وفي المركز الثالث، المركز الثالث يلي وصلت مشاهدينا الكرام هذه الشرطة سعيد بن خليفة بالمرنيادي، وصلت الشرطة وخذت المركز الثالث وفي المركز الرابع، المركز الرابع أرباح وسيف بن سهيل بن خيره العفاري، من يقدم أرباح انطلقت إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. وين الخامسة؟ بنأخر شوي كان أخذ الخامسة، لأن 2 كيلومتر تفصلنا عن خط النهاية، 2 كيلومترات وبنتراجع قليلا يا أبو شهاب، خلك مهدي شوي والأربع خلهن يروحن، بنأخذ الخامسة. الخامسة اللي وصلت، وصل شعار أبو علي مطر بن علي بن سعود الوهيبي بشارة موقعها المركز الخامس، المركز السادس الحذرة، وصلت الحذرة بدلت من العاشر، من مركزها الحقيقي العاشر، مركزها في القمة، مركزها في المقدمة، وصلت الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، وصلوا خذ المركز الخامس في هذه اللحظات، تبدل من مركز إلى مركز، عينها إلى مقدمة هذا الشوط. ونعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة الشوط. الله الله يا الطايف، الطايف غيرت الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي، غير وخذ المركز الأول، المركز الثاني رهف، ورهف تعود الملكية لأحمد بن سعيد الرميثي، موقعها المركز الثاني، وصلت الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، أو وصل لبجوار الحذرة هذه الشرطة سعيد بن خليفة بالمر النيادي، وصل أبو علي على مطر بن علي بن سعود الوهيبي ياتي ببشارة بن خيرة مع أرباح سيف بن سهيل بن خيرة العفاري، هكذا النداء، هكذا المسار. الكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان تكرم فيها الأصايل. أو تهان، يا سلام غادرنا بوابة الناموس. الكيلو المتر الأخير، ولا زالت الأمور لصالح الطايف. الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي يقود مسيرة الشوط. الثانية رهف، ورهف تعود الملكية لأحمد بن سعيد الرميثي. الحذرة في المركز الثالث حمد بن سيف بن عيف العامري، وصلت وخذت المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام إلى المقدمة نعود، إلى الصدارة نعود. لازال بالحزيمي هو المسيطر. رهف ولا الطايف؟ الحذرة بدأ الخطر من الحذرة تتجاوز من مركز إلى مركز. حمد بن سيف بن عيف العامري، يا سلام العويسي لازال هو متمسك بالقيادة حتى هذه اللحظات. يا سلام الطايف سعيد بن فايل العويسي المقدمة. الثاني الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، ما شاء الله تبارك الرحمن، اشتدت المعركة ولا زالت الطايف سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي إلى جعلان السلام. أما الحذرة تقلبها لأهل الساد في اللحظات الأخيرة، الحذرة معها العزم، معها القوة، معها التحدي في الأمتار الأخيرة. يا سلام لكن جعلان السلام سعيد بن فايل بن الحزيمي العويسي الطايف تنتزع المركز الأول. الثانية الحذرة حمد بن سيف بن عيف العامري، الثالثة دي أحمد بن سعيد الرميثي، المركز الرابع
الرابع معك يا بالمر النيادي سعيد بن خليفة بن خليفة بالمر النيادي شرته. والمركز الخامس لمطر بن علي بن سعود الوهيبي، التوقيت 9:47 ثانية، سعيد بن فايل العويسي ينتزع المركز الأول.